السلام عليكم، ازيكم شباب؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام، ماشي، الحمد لله. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل بقية شابتر 3 اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، جزء صغير فيه كده. ان شاء الله انا هبعت لكم بعد المحاضرة بإذن الله هنكون خلصنا شابتر 3 كامل، هبعت لكم تاسك هتحلوها وتبعتها له على اللينك اللي انا برضو ايه هبعته لكم على البوست. ادينا المره اللي فاتت جزء صغير كده في الشابتر. احنا الشابتر ده اصلا بيتكلم عن الاي ار دي اللي هو اختصار ل Entity Relationship Diagram، واتفقنا ان Entity Relationship Diagram يعني معناه ان هي بتتكون من Entities، واتفقنا ان الانتيتيز دي تعتبر هي مجموعه الاوبجكتس اللي هي بتتكون بيها السيستم بتاعي، زي الامبلويي، زي ديبارتمنت، زي مثلا بروجكت، زي الستودنت، زي الكلاسز، وهكذا. كل واحد من دول لازم احدد مجموعه الاتريبيوتس بتاعته. ايه هي قصه الاتريبيوتس؟ اللي هي مجموعه البروبابيلتيز بتاعته، الخصائص اللي هي بتوصف لي ده برضه. يعني ايه؟ يعني معناه انت ايه اللي انت محتاجه لكل انتيتي عشان تخزن بيانات. زي مثلا لو فرضنا على سبيل المثال الامبلويين، قلنا انا عاوز اعرف مثلا عنه الاس اس ان، عاوز اعرف عنه النيم، عاوز اعرف عنه الادرس، عاوز اعرف عنه الايج، عاوز اعرف عنه الفون، عاوز اعرف عنه الايميل بتاعه، وهكذا السالري بتاعه. طيب تمام، اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا في اشكال برسم بيها مجموعة الانتيتيز والاتريبيوتس بتاعتي. اول حاجة عندي ان انا الانتيتي تايب او اللي هو الانتيتي بتاعي برسمه بشكل مستطيل، اللي هو زي الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، تمام، في شكل مستطيل. تمام، طيب جوه المستطيل بكتب بيه اسم الانتيتي بتاعي، زي مثلا على سبيل المثال اللي هو الديبارتمنت اللي هو ظاهر قدامي. بعد كده بحدد مجموعه الاتريبيوتس بتاعتي. الاتريبيوتس بتاعتي انواع، وكل نوع له شكل عندي في الاي ار دي. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي ان انا عندي انواع للاتريبيوتس. اول نوع عندنا، فاكرين الانواع بتاعتي؟ فاكرين انواع الاتريبيوتس بتاعتي؟ فاكرين لما احنا قلنا اول نوع عندنا اتكلمنا عن اللي هو السيمبل او الاتوميك اتريبيوت. يعني هو معناه ان هو بيشيل سنجل فاليو، قيمه واحده فقط بس. طيب زي ايه؟ زي ما انا بقول لك الرقم القومي، انت لما تيجي تديني قيمه الرقم القومي، هل الموظف له قيمتين ولا قيمه واحده بس بالنسبه للرقم القومي؟ قيمة واحدة بس. تمام، لو انا بقول لك مثلا اللي هو السكس بتاعك ميل ولا في ميل، هتقول لي يا اما ميل يا اما هتقول لي في ميل. تمام، وبالتالي الاتريبيوت دوت ايه هياخد قيمه واحده بس. طب ارسمه ازاي عندي في الـ في البتاع دوت في الشكل الاي ار على شكل؟ طيب نيجي اللي هو كان يسمى كومبوزيت اتريبيوت. حتى كلمه كومبوزيت معناها مركب. يعني ايه مركب؟ حاجه مركبه، يعني معناها ان هي جواها مجموعه تفاصيل. زي ايه؟ لو انا بقول لك اسمك هتقول لي ايه؟ انا اول ما بقول لك اسمك هتقول، مش هتقول لي احمد بس، هتقول لي احمد علي محمد مثلا. تمام، احمد علي محمد دوت هو اسم مركب. ليه قلت لي اسم مركب؟ لانك انت بتتكون من الاسم الاول في اسمك، والاسم الوسط، واسم العيله. وبالتالي انا عندي النيم هعتبره كانه اتريبيوت عادي. تمام، وبعد منه اروح ايه مفصلاه بقى، الفيرست نيم، وبعد كده اللاست نيم، وبعد كده مثلا الميدل نيم. وبالتالي هيبقى عندي ايه؟ ان انا عندي الكومبوزيت هو الاساس، وبعد كده اطلع منه مجموعه الاتريبيوتس بتاعته. طيب تمام، زي ايه تاني؟
انا لما بقول لك مثلا العنوان بتاعك هتقول لي ايه؟ مش العنوان بتاعك تقول لي مثلا فرضا العاشر من رمضان، لا مش هتقول لي كده، فانت هتقول لي رقم الشقه ورقم العماره ورقم المبنى ورقم الحي ورقم مش عارف المنطقه وهكذا، وبالتالي ان انت العنوان جواه مجموعه تفاصيل، فانت لما تيجي تعملها هتقول لي مثلا الادرس ده هو الاساس، ومن الادرس في مجموعه تفريعات تانية بقى اللي هو مثلا الستريت نمبر البيلدنج نمبر وهكذا. تمام. طيب يبقى اذا كومبوزيت اتريبيوت معناها ان انا عندي اتريبيوت بيتكون من مجموعه اتريبيوت تانية. تمام. النوع الثالث من الاتريبيوت بسميه مالتي فاليد. مالتي فاليد معناها ان هو اتريبيوت يحمل اكتر من قيمه. زي ايه؟ لما اقول لك مثلا انا عندي الفون رقم التليفون، اوقات مثلا انا معايا رقم واحد. تمام. اجي اسال واحد تاني يقول لي لا انا معايا خطين، خط مش عارف 0 10 وخط مثلا 0 12، واحد تالت يقول لي لا انا معايا 3 خطوط 0 10 و0 12 مش عارف و0 مثلا 11. وبالتالي معناها ان انت اتريبيوت واحد بس يحتوي على اكتر من قيمة. زي ايه مثلا؟ اقول لك مثلا المؤهلات العلمية بتاعتك، تقول لي ايه؟ تقول لي انا معايا بكالوريوس، واحد تاني يقول لي لا انا معايا بكالوريوس وماجستير، واحد تالت يقول لي انا معايا درجة البكالوريوس والماجستير ودرجة الدكتوراه. وبالتالي ان انت ايه؟ ان هو عبارة عن اتريبيوت واحد ولكن ممكن اخزن فيه اكتر من ايه؟ من قيمة. طيب هيترسم ازاي جوه الاي ار دي؟ ان احنا الطبيعي ان الاتريبيوت بيتمثل بشكل بيضاوي، اعمل اتنين جوه بعض. وبالتالي ده بسميه ايه بقى؟ فاليد. مالتي فاليد معناه ان هو بيحمل اكتر من قيمه. طيب النوع الرابع، النوع الرابع عندي بسميه درايفد اتريبيوت. كلمه درايفد معناها بستنتجه. يعني ايه استنتجه؟ يعني معناها ان انا ممكن احسبه من حاجة انت مخزناها فعليا. زي ايه؟ زي مثلا الجي بي اي. الجي بي اي ده الطلب في المواد. تمام. زي ايه تاني؟ زي السن، عندك كام سنة؟ عاوز اقول لا عاوز اعرف عندك كام سنة، هتروح عامل ايه؟ هتروح طارح اللي هو التاريخ الحالي ناقص تاريخ الميلاد بتاعك. وبالتالي ده بسميه درايفد اتريبيوت، يعني معناه ان هو اتريبيوت اقدر استنتجه من اتريبيوت تاني. لو انا مثلا برضو مثال تاني ان هو بيقول لي ايه عدد الموظفين، عاوز اعرف عدد الموظفين اللي شغالين في القسم. ما هو انا لو عرفت اسماء الموظفين اللي شغالين في القسم هعدهم واقول لك عددهم، تدخل فعليا القيمه من الاول، ده انا ممكن احسبها من حاجه تانية. فدي بسميها درايفد اتريبيوت. طب ممكن ارسمها في الاي ار ازاي؟ على شكل منقط. تمام. وبكتب بيه اسم الاتريبيوت جوه. تمام يا شباب. يبقى اذا اول حاجه عندي اللي هي الانتيتي تايب. الانتيتي تايب برسمها في شكل مستطيل. تمام. واكتب اسم الانتيتي تايب جواه. طيب بعد كده مجموعه كل انتيتي تايب لها مجموعه اتريبيوتس. الاتريبيوت برسمها في شكل بيضاوي، بس خلي بالك ان هي انواع. النوع الاول بسميه سنجل اتريبيوت، ان هو بيحمل قيمه واحده بس. النوع الثاني كومبوزيت اتريبيوت، ان هي قيمه بيتفرع منها مجموعه اتريبيوت ثانيه. الاتريبيوت الثالث بسميه اللي هو مالتي فاليد، اللي هو بيحمل اكتر من قيمه. الاتريبيوت الرابع بسميه درايفد اتريبيوت، اللي هو ممكن استنتجه قيمته من قيم تانية او من اتريبيوت تانية مخزنه عندي في الداتا. ها معايا يا شباب؟ ها معايا؟ تمام يا دكتور. ايوه مع حضرتك. طيب نيجي بقى للي هو المثال اللي احنا واخدينه اهو. انا عندي الانت اول انتيتي تايب عندنا اللي هو الديبارتمنت. اول اتريبيوت عندي مثلا ان هو النيم والنمبر والمانجر، دول كلهم يعتبروا ايه؟ سم. انهي نوع من الاتريبيوتس؟ سمبل سنجل
تمام سنجل. تمام. طب التاني دون اللوكيشن. اللوكيشن ده مالتي. مالتي تمام. طب فاكرين ايه الخط اللي انا كنت برسمه تحت الاتريبيوت ده؟ برايمري كي. ايوه اللي هو هنا بقى في الاي ار بسميه كي اتريبيوت. كي اتريبيوت يعني ايه؟ كي اتريبيوت يعني معناها ان قيمه يونيك. قيمه يونيك يعني ايه برضو؟ يعني معناها ان قيمه ما تتكررش، قيم فريده. يعني انا مثلا عندي هو دلوقتي هتلاحظوا ان هو مختار مثلا في الديبارتمنت النيم. طيب هو ليه اختار النيم؟ طب اشوف هل ممكن يكون قسمين لهم نفس الاسم؟ لا لا. وبالتالي كل قسم له اسم. تمام. كل قسم هدخل له اسمه وما ينفعش ان قسمين لهم نفس الاسم. وبالتالي ان النيم ممكن اختاره على انه كي اتريبيوت. طب احدد ازاي في الاي ار؟ حط تحت الخط. طيب ملاحظين تاني ان هو اختار برضو النمبر. النمبر ده اللي هو الكود اللي انت بتديه للاقسام مثلا. تمام. هتلاحظ ان كل قسم مديله كود معين وايه، وما ينفعش قسمين لهم نفس الكود. فبرضو دون ممكن اتريبيوت اختاره على انه كي اتريبيوت. بعد كده هنعرف ان احنا من الاتريبيوت اللي انا اخترتها كي اتريبيوت اختار واحد بس منه. تمام. طيب نيجي مثلا في اللي هو الامبلويي، هنلاحظ ان من الاتريبيوتس بتاعته اللي هو بيرث ديت ديبارتمنت. ايه ده؟ في واحد اسمه نيم ومتفرع منه حاجات، ده نوعه ايه بقى؟ ها انا نوع من الاتريبيوتس ها النيم، انهي نوع من الاتريبيوتس؟ سنجل ولا كومبوزيت ولا مالتي فاليد ولا درايفد؟ كومبوزيت. كومبوزيت تمام. ليه كومبوزيت؟ لان هو اتريبيوت اهو متفرع منه مجموعه اتريبيوتس. تمام. طب بصوا على ده كده، وركس فوق، وركس اون، اسميه ايه هنا؟ انهي نوع من الاتريبيوتس؟ مالتي فاليد. اه وايه تاني؟ وكمبوزيت. تمام. هو مالتي فاليد وفي نفس الوقت كومبوزيت. ليه مالتي فاليد؟ زي ما زميلكم قال ان هو اتنين بيضاوي داخل بعض، وفي نفس الوقت متفرع منه مجموعه اتريبيوتس تانية، وبالتالي كومبوزيت. يعني معناها ان ممكن الاتريبيوت الواحد يكون اكتر من ايه؟ اكتر من نوع. اهو مالتي فاليد وفي نفس الوقت ايه؟ كومبوزيت اتريبيوت. تمام كده يا شباب. نيجي نبص لتحت بقى، هل كل الانتيتيز نوع واحد؟ لا. امال في ايه؟ في انتيتي تاني كده له اسم كده، فاكرين النوع دون؟ اللي هو شكل المستطيل اللي هما اتنين داخل بعض، سميناه المرة اللي فاتت ايه؟ سميناه weak entity. سميناه المرة اللي فاتت، قلنا المرة اللي انتوا عارفين الديبندنت دول اصلا ايه؟ ايه الـ entity ده اصلا؟ هخزن فيه ايه؟ ايوه اللي هو ايه؟ مثلا موظف مثلا وليه توابع مثلا زي اسرة وكده يعني. بالظبط، اللي هم التوابع بتاعت الموظفين، اللي هم أبنائه يعني، أو الأسرة بتاعته. تمام، صح كده. فأنا بقول لك إيه؟ أنا بسميه ده اللي قلت إن ده ليه؟ لأن أنا قلت لك أنا لما أوظف هيجي لي عندي في الشركة هقول له أنت عندك أسرة ولا ما عندكش؟ هيقول لي عندك، خلاص خزنه. طيب الموظف دون طلع على المعاش وهشيل بيانات، اوتوماتيك تشيل بيانات الاسره بتاعته. الموظف دون استقال، اوتوماتيك شيل البيانات بتاعت الاسره بتاعته. وبالتالي
وجود الانتيتي دون معتمد على وجود الموظف. وجود الانتيتي ده معتمد على وجود الموظف. وجود اسرتي معتمد على وجودي في الشركه. تمام؟ فعشان كده لو كان عندك انتيتي dependent on other entity بسميه weak entity. ده زي المثال اللي قدامنا دون اللي هو الديبندنت. تمام. انا الديبندنت خرجت منه مجموعه attributes اللي هي النيم والسكس والبيرث ديت والريليشن شيب. طيب اتفقنا ان احنا كل entity بخرج منه مجموعه attributes اللي هي يونيك وسميناها كي attributes، ورسمناها ازاي؟ ان انا حطيت خط تحت الايه، تحت اسم الاتريبيوت بتاعي. طيب في الويك اند هو يبقى خلي بالنا ان دون هخزن فيه كل بيانات الاسر بتوع الايه الموظفين. هل في اتريبيوت من دول ممكن اختاره على انه كي اتريبيوت؟ ليه ولا ليه؟ يا شباب النيم. طيب النيم هل ينفع هو يبقى كي اتريبيوت؟ ايوه، ما هو مش هيتكرر ازاي؟ اسامي اسم واحد مثلا في العيله وكده. لا، اسم الابناء، دي اسماء الابناء. ايوه ما. تمام ماشي، ماشي. مش هيتكرر. طب ماشي، انا عندي احمد. تمام، موظف تاني عنده ابن اسمه احمد، موظف ثالث عنده ابن اسمه احمد. انا قصدي كل انا قصدي كل موظف يعني اسم ابنائه مش هتكرر يعني. طب انت رحت عامل ايه بقى؟ قلت ايه؟ ان انا ربطت اسم الابن بايه؟ بالموظف، مش كده؟ ايوه تمام. يعني انا لو انا لوحدي، لو هو لوحده، يعني انا لو مخزنه النيم لوحده، لا، الاسماء هتتكرر. لو واحد موظف الاولاني عنده ابن اسمه ايه مثلا، موظف الثاني عنده برضو ابنه اسمه ايه، والثالث عنده اسمه ايه. انما لو قلت ان اللي ايه اللي تبع الموظف اللي رقم القومي مثلا فرضا مثلا 900، لا مش هيتكرر. وايه الثاني تبع الموظف اللي رقمه 500، وايه الثالث تبع الموظف اللي رقمه 600، كده لا، ده كده مش هيتكرر. ليه؟ لان انا رحت رابطه اسماء الابناء بالرقم القومي بتاع الايه الموظف اللي تبعه، وبالتالي هنا مش هيتكرر. انما لو لوحده لا هيتكرر. انما انا اعتبره كي اتريبيوت امتى؟ ان هو لو لوحده ما ينفعش، انما ربطته عبيه الرقم القومي بتاع الايه الموظف ده اللي تبعه. فعشان كده بسمي هنا بقى ده ما يعتبرش كي اتريبيوت لوحده. امال هنا بقى ايه؟ هو كي بس ديبندنت اون كي اوف ذا اذر اتريبيوت. فعشان كده بسميه هنا ايه بقى؟ بارشال كي. بسميه هنا ايه يا شباب؟ بارشال كي. ايه البارشال كي دون؟ ان هو عباره عن اتريبيوت بختاره ان هو كي، تمام، بس بياناته معتمده على الكي بتاع اتريبيوت ايه بتاع انتيتي تاني. انما لو لوحده ما ينفعش ان هو يبقى كي اتريبيوت، انما انا بختاره بس بيعتمد على الكي بتاع الانتيتي تاني. تمام كده. يبقى اذا انا عندي في حاجه اسمها ويك انتيتي. الويك انتيتي بس من اللي هو اتنين مستطيلين داخل بعض، تمام. وليه سميتها برضو weak entity؟ لانها هي entity معتمدة او dependent on other entity، وجودها معتمد على وجود entity تاني. تمام، انا كل بطلع منها مجموعة الاتريبيوتس بتاعتي
وبختار منها الاتريبيوتس اللي هي الكي اتريبيوتس، بختار منها الاتريبيوت اللي انا ممكن احدده على انه كي اتريبيوت، ما لقيتش ولا واحد فيها يعتبر كي اتريبيوت، فبروح مختاره بعمل بارشيال كي. هرسم ازاي البارشيال كي؟ ان انت بتعمل خط منقط تحت اسم الاتريبيوت. افهم منين ان انا لو شفت الخط المنقط دون معناه ان انا بقول ان دون الاتريبيوت دون كي بس معتمد على الكي بتاع الاتريبيوت بتاع الانتيتي الايه الاخر. ها الدنيا مفهومه كده يا شباب؟ ها تمام. اه تمام. في عندنا حاجه اسمها اللي هي الانتيتي تايب وانتيتي سيت وانتيتي، لازم نفرق ما بين الثلاث مفاهيم دول. انتوا خدتوا اوبجكت اورينتد، تعرفوا الكلاس والاوبجكت؟ اه. ايه الكلاس وايه الفرق ما بين الكلاس والاوبجكت؟ الاوبجكت ده حاجه بتتاخد من الكلاس بالظبط، يعني انستنس. اه تمام. والكلاس ايه؟ الكلاس ده يعني طب سؤال، بتخزن فيه بيانات؟ بنكتب في الكود بتاعنا، بتخزن فيه بيانات، بيانات بتتاخد بعد اوبجكت بنكتب دخل في البيانات. تمام بالظبط كده، بالظبط كده. اللي هو الكلاس ده هو هو هنا اللي انا بقول الانتيتي تايب. انتوا قلتوا لي ايه؟ احنا هناك في الكلاس بحط ايه؟ بحط الاستراكشر اللي انا همشي عليه. ما هو هو اللي هو ايه؟ ان انا عندي هيبقى في عندي موظفين، والموظفين فيها مجموعه الاتريبيوتس اللي هنا اهي اهي، عندي موظفين امبلويين وهيبقى فيها النيم والايج والسلم، يبقى ده كده يا جماعه اسمها ايه؟ انتيتي تايب. تمام. طيب الاوبجكت ماشي ازاي؟ على حسب ما انت عايزاه هقول لك كتاب الفيلم. اقفل المايك. مايك يا باشمهندس. انت هندسه. الاوبجكت يعتبر الانتيتي عندي، يعني ايه؟ يعني معناها ان انا لما بقول لك انتيتي يعني معناها انستنس من الموظفين، يعني معناها بيانات الموظف الاول. زي كده يا باشمهندس، زي كده يا شباب، ده بسميه انتيتي. طب ده انتيتي، ده انتيتي، وصف مجموعه الانتيتيز دي هسميها انتيتي تايب. طب البيانات دي كلها بتاعت الانتيتيز هسميها ايه؟ انتيتي سيت. ثلاث مفاهيم لازم افرق ما بينهم، انتيتي تايب، انتيتي سيت، انتيتي. انتيتي تايب زي فكره الكلاس، ان انا بحدد الديسكريبشن بتاع الانتيتي نفسه، بتاع الاوبجكت، بحدد الديسكريبشنز بتاعه الاوبجكت، الاستراكشر بتاعه. انا بقول عندي موظفين، تمام، الموظفين دول محتاجه اوصف لها الاس اس ان والنيم والايدج والسالري. تمام. يبقى اذا عندي موظفين امبلويين وهبقى محتاجه مجموعه الاتريبيوتس بتاعتي النيم والايدج والسالري، فدي هسميها انتيتي تايب. طيب انا عندي 10 موظفين مثلا، يبقى كل موظف هعتبره انتيتي، هعتبره اوبجكت، واحنا اتفقنا ان الاوبجكت يعتبر انستنس منين؟ من الكلاس. نفس الكلام الانتيتي. طيب وبالتالي دي تعتبر ايه؟ بيانات الموظف الاولاني، بيانات الموظف الثاني، بيانات الموظف الثالث. طب ما بيانات الانتيتيز كلها هسميها ايه بقى؟ انتيتي سيت. ها وصل الفرق ما بين الثلاثة؟ انتيتي تايب، انتيتي، انتيتي سيت. ها مفهومة ولا لا؟ تمام تمام. طيب احنا خدنا، يبقى اذا انا لما باجي برسم الرسمة دي تعتبر انتيتي ولا انتيتي تايب ولا انتيتي سيت؟ انتيتي تايب. انتيتي تايب ليه؟
ليه قلت دي انتيتي تايب ما قلتش ليه لان انا لسه ما دخلتش بيانات دي الاستراكشر بتاعتها بالظبط الاستراكشر بتاعتها بص اهي يعني انتيتي تايبس تمام كده يعني معناها الانتيتي تايب يعتبر الديسكريبشنز بتاعه الانتيتي بتاعي تمام كل بقى من كل اكزامبل من الانتيتي تايب دون او كل انستانس او كل اوبجكت هسميه انتيتي يعني معناها عندي كلاس هو انتيتي تايب وعندي الاوبجكت هو الانتيتي بتاعي تمام كده طيب احنا كده الاي ار بيتكون من ايه انتيتيز اتريبيوتس فاضل النوع الثالث اللي هي ايه بقى entities attributes فاضل حاجة التالت في الاي ار هي الاي ار دي اختصار لايه يا شباب الاول argument related لا الاي ار اختصار لايه يعني انا لما اشوف اي ار اختصار لإيه؟ AR diagram معناها إيه؟ AR اختصار لـ Entity Relationship Diagram Entity Relationship Diagram AR عشان لو احنا شفناها اختصار لـ Entity Relationship Diagram تمام عندي دلوقتي احنا خلصنا قصة الانتيتيز وقلنا ان كل انتيتي تايب حددها بشكل مستطيل وكل مستطيل له مجموعة اتريبيوت هعملها بشكل اوليف فاضل لك الجزئية التالية اللي هي بقى التانية اللي هي الايه الريليشن شيب الريليشن شيب معناه ايه بقى معناه اللي هو الترابط ما بين الانتيتي تايبز وبعضها دكتور يعني انا اتفضل في واحد بيقول لك مش ظاهر له الميتنج طب يخرج ويدخل تاني الـ AR اختصار لـ Entity Relationship Relationship معناها اللي هي العلاقات يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا عندي اقسام وعندي مشاريع وعندي موظفين وعندي اللي هم الأسرة بتاعت كل موظف تمام؟ كل واحد بالرسمة دي كل واحد ايه؟ مستقل في ذاته بس الطبيعي انه مش كل واحد مستقل بذاته امال ايه لا ده في انتر اكشن ما بينهم يعني الموظفين بيشتغلوا في اقسام الموظفين بيعملوا في مشاريع الاقسام بيديرها موظفين الموظفين لهم اولاد وبالتالي ان في ايه في انتر اكشن او اسوشيشن ما بينهم في ترابط ما بين الانتيتيز تايبس وبعضها فدي انا اللي انا بسميها بقى ايه ريليشن شيب طيب الريليشن شيب لازم اعرف فيها ثلاث حاجات اول حاجه عندي اللي هي الديجري ثاني حاجه عندي اللي هي الكاردناليتي ثالث حاجه عندي اللي هي البارتيسيبيشن فاول حاجه عندي اللي هي الديجري الديجري معناه ايه بقى عدد انتيتي مشتركه في الريليشن شيب يعني ايه يعني بصوا كده الرسمه اللي احنا عمالين نعمل عليها دي اول حاجه عندنا ان انا بقول لك ايه انا عندي موظفين بيشتغلوا في اقسام تمام يشتغلوا يبقى في علاقه ما بين الموظف والقسم فبروح عامله العلاقه اسمها ايه وركس فور طيب اسمها ازاي في الشكل الاي ار بشكل معين شكل معين تمام فبروح عامله شكل معين واروح حاطه جواه اسم الريليشن شيب بتاعتي Works for اسم ولا فعل؟ فعل وبالتالي in relationship أفعال طب الـ entity types أسماء تمام كده؟ يبقى إذن الـ relationship لما باجي أرسمها في الـ ER هتبقى أفعال بقول Works for بيشتغلوا موظفين بيشتغلوا في أقسام المديرين يديروا أقسام الموظفين بيشتغلوا في مشاريع
الاقسام بكنترول او بتعمل مانج على البروجكت. الموظفين لديهم ابناء تمام، وبالتالي الريليشن شيب بتعتبر افعال، واللي هم الانتيتي تايبس بتعتبر ايه؟ اسماء. تمام، الريليشن شيب برسمها على شكل معين زي ما انتوا شايفين كده، وبكتب اسم الريليشن شيب. احنا قلت زي ما قلت لكم لازم اعرف في كل ريليشن شيب ثلاث حاجات. انا عندي وركس فور، انا بقول ايه؟ الموظفين بيشتغلوا في اقسام، يبقى اذا وركس فور هتربط ما بين انهي انتيتي تايبس؟ موظفين واقسام. فبروح مطلعه خط من الوركس فور يربط الانتيتي الاولاني اللي هو الامبلوي، وخط من وركس فور يربط الانتيتي الثاني اللي هو ديبارتمنت. طيب اول حاجه عندي لازم اعرف ايه هي الريليشن شيب ديجري. الريليشن شيب ديجري معناها عدد الانتيتيز اللي مشتركه في الريليشن شيب. اعرفها ازاي؟ بص كم عدد من الخطوط طالعه لك من الريليشن شيب، 1 2. يبقى اذا عدد الانتيتيز المشتركه في العلاقه دي قد ايه بقى؟ 2. العلاقه دي هيبقى باينري ريليشن شيب، ثنائيه يعني باينري ريليشن شيب. طيب يعني معناها ان في بعض الريليشن شيب ممكن تربط ما بين اكتر من انتيتيز. طيب لها اسم تاني؟ اهي لو بصينا كده على العلاقه اللي هي سبلاي، العلاقه دي بيقول لك ايه؟ انا عندي موردين وعندي برودكتس معينه بارتس وعندي مشاريع. فانا بقول لك انا عندي من موردين بيوردوا منتجات معينه للمشروع معين، يوردوا، يبقى في عندي علاقه اسمها سبلاي. تمام، موردين يوردوا منتجات معينه للمشروع معين. طيب يبقى معنى ذلك عدد الانتيتيز المشتركه في الريليشن شيب دي قد ايه؟ اعمل ايه؟ اعد عدد الخطوط اللي ايه اللي موصله الانتيتيز. عندي 1 2 3، يبقى اذا في عندي 3 انتيتيز مشتركه في الريليشن شيب، هسميها ايه بقى؟ ترنري ريليشن شيب. ترنري ريليشن شيب دي معناها ايه؟ ان عندي 3 انتيتيز تايبس مشتركه في الريليشن شيب دي. طيب هل طب لو كانوا اكتر من 3؟ لا اسم ان اري. الان دي طبعا اللي هي عدد الانتيتيز، لو 5 هقول ايه؟ 5. اقول لو 6 هيقول 6، وهكذا. وبالتالي انا عندي ريليشن شيب ديجري 3 انواع. النوع الاولاني باينري، النوع الثاني ترنري، والنوع الثالث ان اري. باينري معناها ان التو انتيتيز بارتيسيبي مشتركوا في ريليشن شيب. ترنري معناها عندي 3 انتيتيز بارتيسيبيت في الريليشن شيب. عندي لو اكتر من كده معناها اللي هي ايه؟ ان اري. تمام كده يا شباب؟ يبقى اول حاجه لازم اعرفها في الانتيتيز عندي اللي هي الريليشن شيب ديجري. طيب ايه الحاجه الثانيه اللي انت محتاجاها؟ اعرف الريليشن شيب كاردينالتي، الكاردينالتي بتاعتي. يعني ايه؟ في عندي حاجه اسمها 1 تو 1 و1 تو ميني وميني تو ميني، ثلاث انواع 1 تو 1 1 تو ميني ميني تو ميني. يعني ايه؟ برضو ناخدها واحده واحده. بروح لو انا العلاقه بتاعتي وركس فور، عاوز اعرف عدد اللي هم الانتيتي تايب دون بيشترك في قد ايه في الريليشن شيب. يعني ايه؟ اروح عامله ايه بقى؟ اجي هنا الموظف الواحد، الموظف الواحد هيشتغل في قسم واحد بس ولا اكتر من قسم؟ الموظف الواحد هيشتغل في قسم واحد بس ولا اكتر من قسم؟ قسم واحد. قسم واحد. بص اهو انا انا واقفه هنا اهو، اكتب الواحد فين؟ الناحيه الثانيه من الريليشن شيب. يعني انا بقول الموظف واحد بس، له واحد بس في الايه؟ في العلاقه دي. طب نيجي الناحيه الثانيه، الديبارتمنت القسم هيشتغل فيه موظف واحد بس ولا اكتر من موظف؟ اكتر من موظف. تمام، فانا باجي اهو القسم هيشتغل فيه، بكتب الان الناحيه الثانيه، يبقى العلاقه دي اسمها ايه؟ 1 تو ميني. 1 تو ميني. تمام كده. ناخد واحد تاني،
ناخد مثال تاني manage. manage